النهارده كمان بنحيي ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن كامي، الفنان الاوبرالي صاحب ال 275 اوبرا عالميه في مختلف بلاد العالم، كمان صاحب البطوله المطلقه في دور الاوبرا عايده على مسرح الاتحاد السوفيتي. محطات فنيه متميزه في حياه الراحل حسن كامي هنستعرضها بالتفصيل في سياق التقرير اللي جاي. أنا وطني بنشد وبطنطن واتباهى بمجدك يا وطنطن، على كل الأوطان متسلطن، رجالتك طول عمرها رجالة. أنا وطني وطني ومتحضر والرمل الأصفر متخضر. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حسن كامي الذي قدم خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال المختلفة سواء في الغناء أو التمثيل، والتي حققت نجاحاً كبيراً وانتشرت بشكل لافت بين الجمهور كما ارتبط بها وأحبه الفنانون من مختلف الأعمار. إلى جانب ذلك كان مرجعاً لفنون الأوبرا من تعدد دراساته فيه. قدم الفنان الأوبرالي حسن كامي 275 أوبرا عالمية في مختلف بلاد العالم، منها إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا. اكتشفه الفنان محمد نوح وقدم مسرحيات دلع الهوانم، لمؤاخذة يا منعم، كما قدم للتلفزيون أكثر من 30 مسلسلاً منها هوانم جاردن سيتي، رأفة الهجان، ألف ليلة وليلة، الخواجة عبد القادر، أنا وإنت وبابا في المشمش، وبوابة الحلواني. إنه كان ليا شغف مقابلة جدتك العظيمة نازلي هانم بنت محمد علي باشا في إسطنبول من 7 سنين بس بالظبط. كما قدم في السينما عدة أفلام منها كونشيرتو في درب سعادة بالألوان الطبيعية وسمع هوس. وحشني وحشاني ألحانك الحلوة. يلا همتك معايا بقى أحسن، أنا مزنوق في مناسبة وطنية وأدي الريس بوزة قاعد مستنيك، يعني مش هسيبكم الليلة إلا والغنوة جاهزة. كانت للفنان حسن كامي تجربة في تقديم الفوازير أيضاً وحقق نجاحاً من خلالها، وهي فوازير إحنا فين مع سمير صبري وسماح أنور وشيرين سيف النصر، وكانت عام 1994. وحنمشي بلاد وسهول ووهد زي الأساطير ولا نندمش. ورحل الفنان حسن كامي عن عالمنا في 14 من ديسمبر عام 2018 بعد أن ترك بصمة واضحة في مختلف الفنون. وتعيش بلادنا منصورة حلوة وجميلة وغنطورة، شعبها شغال برجولة، بيعمر ويخضر، بيعمر ويخضر في سواعد مفتولة.